تقدم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأطيب التهاني وأصدق الأماني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن ينعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام. وبهذه المناسبة الطيبة دعا شيخ الأزهر جموع المسلمين في العالم إلى اغتنام هذه المناسبة المباركة من العمل على قضاء حوائج الناس والاجتهاد في إدخال الفرح والسرور على غير القادرين، كما دعا جموع المسلمين إلى رأب الصدع وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى ونبذ كل أشكال الفرقة والشقاق وإعلاء قيم الأخوة الدينية والإنسانية.